مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع حالة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء متقلبة، أمطار رعدية بين الحين والآخر، أحيانا تشتد خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، وأيضا مختلفة الشدة من وقت لآخر وأيضا من مكان لآخر. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، وتسقط زخات رعدية من مطر، يتركز هطول الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وأيضا الفرصة مواتية لسقوط زخات رعدية من مطر في الأماكن الأخرى. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 25 العظمى والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 24-17، والمرتفعات الجنوبية 22-14، والأغوار 32-20، وخليج العقبة 31-19 مع سقوط زخات رعدية من المطر، والمنطقة الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة وأيضا زخات رعدية من المطر، العظمى 27 والصغرى 18، والمنطقة الشرقية أيضا أجواء مغبرة 31-18 درجة مئوية. يوم الاثنين تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، سقوط زخات رعدية من مطر في أماكن مختلفة من المملكة، وبتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي أحيانا وفي بعض الأماكن إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول. والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 27 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 24-18، المرتفعات الجنوبية 22-14، والأغوار والبحر الميت 32-22، خليج العقبة 31-19، وأيضا الأجواء مغبرة في المناطق الصحراوية سواء الجنوبية الشرقية والشرقية. الجنوبية الشرقية العظمى المتوقعة 26 والصغرى 18 مع سقوط زخات رعدية، وأيضا الأجواء مغبرة وغائمة جزئيا في المنطقة الشرقية مع سقوط زخات رعدية من مطر، العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي وتشمل معظم مناطق المملكة، وأحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. العظمى في المناطق الشمالية 28 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى العظمى 25 والصغرى 17، المرتفعات الجنوبية 22-14، والأغوار البحر الميت 31-21، وخليج العقبة أجواء مغبرة وغائمة جزئيا مع زخات رعدية 30-19، والبادية الجنوبية الشرقية مغبرة وغائمة جزئيا مع زخات رعدية 26-17، وكذلك المنطقة الشرقية 29-16 مع زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. ويوم الأربعاء، يوم الأربعاء تضعف قليلا حالة عدم الاستقرار الجوي في المناطق الجنوبية والوسطى، لكن تبقى قوية في المناطق الشرقية وأقصى شمال المملكة. يوم الأربعاء العظمى المتوقعة بالأجواء معتدلة في النهار لطيفة في الليل تقريبا، المناطق الشمالية 28 العظمى والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 25-16، المرتفعات الجنوبية 21-13، والأغوار البحر الميت 31-21، وخليج العقبة 30-19، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، البادية الجنوبية الشرقية 26-17، وزخات رعدية في البادية الشرقية وأقصى المناطق الشرقية من المملكة مع برق وبرد ورعد وجريان السيول وارتفاع منسوب المياه، العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.
يوم الخميس بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي في المناطق أقصى المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وبيصحبها زخات متفرقة من المطر. الحرارة المتوقعة طبعا مع انخفاض قليل على درجات الحرارة، الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 22-13، المرتفعات الجنوبية 20-10. أجواء يعني ربيعية لطيفة بالنهار تميل إلى البرود ليلا، الأغوار البحر الميت 31-20، وخليج العقبة 30-18، والبادية الجنوبية الشرقية 25-14، والمنطقة الشرقية 28-15 مع زخات رعدية من المطر. يوم الجمعة استقرار تام على الأوضاع الجوية، لكن أجواء ربيعية لطيفة في النهار، ربيعية باردة نسبيا أثناء الليل، المناطق الشمالية 24-16، المرتفعات الوسطى 22-13، المرتفعات الجنوبية 20-11، والأغوار البحر الميت 30-20، وخليج العقبة 29-18، والبادية الجنوبية الشرقية 23-14، والبادية الشرقية 29-12 درجة مئوية. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر من الغبار، من العواصف الرعدية، من اشتداد الأمطار أحيانا ومن غزارتها، ومن ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، وأيضا أخذ الحيطة والحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. نرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع